السلام عليكم البنات، كي درتو؟ كي دارت صحتكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون اموركم يا ربي بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم معروضه لواحد المناسبه ديال 3 ايام عندنا في العائله. ان شاء الله نتمنى اليوم الفيديو يعجبكم وتدوزوه معايا بالضحك والنشاط. ان شاء الله نحاول نشارك معكم الاجواء ديال العشيه كامله. نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش بارطاجوه مع الاهل ديالكم والاحباب، وما تبخلوش هنا بلي لايك. وتنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. يلا نبداو الفيديو على بركة الله. هانتوما البنات، هما بداو تيوجدوا التحضيرات باش يصايبوا القصاعين تاع برماج. هذا خلاص البيض عادي، وهذا البيض ديال السمان داروا لنا في العويدات، وهذه الهريسه، وهذا التمر معمر بالقرقاح، وهذا كاشير اللي غادي يتصايب. يلا هما فاش يبغوا يصايبوا انا معاك. الله يعطيك الصحة وخلاص، الله عليك. تديري الحلبة، هذه الحلبة تديرها هنا في الزليفات، وهذو المزاود ديال الحار. ها هي بدات تتحط كيف ما تتشوفوا. ناشطين مع راسهم البنات. غادي نحطك النيت، هذا نخليها هكا كيف ما هو. هدرتو هدرتي باش مشكل غير لا لا زعما ما نصوركش. تبارك الله على طباخة لطيفة. هي تتمرق برمشي بغير المراق. جيبي معاك حتى بلاطو لطيف. هي 10 هنايا نديرو نشوف ياك واش كافيين. واش مشكل انا نديرو غير الزواقكم كلشي على المباشر. انتما كيف ما تتشوفوا هانتوما البنات، ها هو الشكل ديالها النهائي كيف جا. نتوما كيف ما تتشوفوا درنا لها القرقاع والتمر والشريحه والبيض السمان والبيض العادي حتى هو، ودرنا كاشير اللي معمر بالعشوب كيف ما عارفين، ودردرنا فوق منها اللوز. هذا هو الشكل ديالها النهائي. دابا غنمشيو نقصيو. يلا يا محمد، الله معاك،
تبارك الله عليكم. صورك شدك عافك شدك. صافي البنات سالات المناسبه، بصراحه دوزنا عشيه غزاله ما شاء الله، الضحك والنشاط مع العائله. الله يخلينا ديما مجموعين يا ربي، والله يسهل على كل وحده حامله واللي ما عندهاش الله يعطيها حتى ان شاء الله باش تفرح. صراحه مزيان الواحد يتجمع هكا مع الحباب ويضحك وينشط، الله يدومها فرحه. يلا البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاحباب، والى فرصه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.